مرحبا فيكم في فقرة المطبخ. أنا لمار وأنا يارا، واليوم راح نسوي طبخة اسمها الروكي رود. لو تبغون طبخة سريعة يعني تتبعون مكان وما عندكم شيء تسوونه، روكي رود سريع ومرة لذيذ. تحتاجون كوب من بودرة الحليب ومحمص، يعني يعطوه لون فكذا شكله، هو بالعادة أبيض بس طبخنا وخلينا يعني يصير عليه لون. وهذا زي الكوكي، فمن دينكم تستخدمون أي واحدة، أي نوع. أي نوع. وكوب من هذا، وأحسن شيء تكسرونه يصير صغير بس مو بودرة. وهذا المارشميلوز، كوب من المارشميلو. هذا الويفرز، تقدرون يعني أي مو بلازم مو بلازم تستخدمون يعني هذا الويفرز، تقدرون ما تحطونه. هذا الشوكولاتة يمديكم تستخدمون أي نوع منها. لا إحنا قاعد يعني نستخدم كوبين منهم من الشوكولاتة، والصحن تحطون فيه روكي رود وورقة عشان ما يجي يلصق على الصحن. طيب أول شيء بنسويه، تحتاجون صحن الشوكولاتة جوا الصحن، يلا بنموعه بالمايكروويف. اوكي الحين راح نكسر الويفر، بس دائما لازم تحطون جلافز عشان يدك ما تتوسخ ويعني يصير نظيفة. طيب ناخذ الويفر ونكسره. اوكي خلصنا، ناخذ الشوكولاتة. نوعية الشوكولات تقدرون تستخدمون دارك او ميلك شوكولات، بس الحين قاعدين نستخدم ميلك شوكولات. اوكي الحين نحط بودرة الحليب، يلا تخلطونه. اوكي طيب يلا قاس عادي. اوكي حط الحين بس اخلطه زين، نحط يلا حطيه واخلطه. يلا بس في كم حبة كبيرة بس عادي، تخلطونه لازم تخلطون مرة زين. اوكي يلا تبغيني انا احط، يلا انتي يلا ديونا يلا خلطيه. المارشميلو احسن تستخدمون مني عشان لو او تاخذون كبار وتقطعونه يصير اصغر، بس احسن عشان يصير اسهل لكم انه يعني تحطونه بالخلطه ويصير كذا احلى شكله لو خلص. بعدين اخر شيء اللي هو الويفر، على كيفكم كم حبة تحطون، تبغون تحطون يعني شوي او كثير، بس حطينا. اوكي او يمكن بس نستخدم اخلطي، يلا اخلطي الباقي. اي خلاص لو خلص الروكي رود يعني تفرزن، تقدرون بس تشيلونه وتقطعونه وخلاص. يا راش رايك تمسكينه كذا وانا اصبه؟ امسكي، لا من هنا، ايوه
الحين كم كوز نحط جوا كذا شكله لو خلصت خلطانه. الحين ندخله بالفريزر او الثلاجه على كيفكم. احسن وقت يصير يعني نص ساعه او 30 دقيقه. الحين بندخله بالثلاجه، نشوفكم بالحلقه الثانيه. باي، سي باي.